بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه موضوع ال5 جنيه دي اللي انا قلتلكوا هتكلم فيها في الفيديو اللي جاي؟ هتنتهي، هتخلص، هتروح، ما عادش جاي. شوف ال5 جنيه اللي هتتعمل الجديدة، هنشوفها دلوقتي مع بعض. هتبقى نوعها ايه؟ بلاستيك ولا حديد ولا ايه بالظبط؟ عشان الاغلبية بعد يقول لي ال5 جنيه نظامها ايه، اشمعنى هي اللي ما اتعملتش، واشمعنى واشمعنى، والكلام ده كتير في التعليقات طبعا. فبفيدكم طبعا، بجيب لكم كل جديد. فاللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك دلوقتي، شرفني ان هو اشترك معايا في قناتي عشان يوصله كل جديد ويعرف كل حاجه عن العملات وعن الاحجار الكريمه وعن كل شيء وعن الربح من الانترنت. لان هعمل 5 جنيه دي زي ما انت شايف اللي قدامك ده اللي ظهرت دلوقتي، 5 جنيه ديت الحديد دي اللي هتبقى موجوده يا جماعه، اللي هي 5 جنيه الحديد، وممكن يعملوها 5 جنيه اللي هي زي الجنيه اللي هي من مادتين، تمام؟ ولكن هي ممكن تكون ماده واحده زي اللي انتوا شايفينها دي، هي اللي هتتعمل تتاصدر جديد 5 جنيه بدل ال5 جنيه الورق، تمام؟ ان الله وانا اليه راجعون. طبعا في كل الورق المرحله اللي جايه كلها دي، مرحله بلاستيك، مرحله حديد. طبعا الجنيه التذكاري هو اللي هيتعمل، وهيتعمل بالمناسبه جنيه ونص مع على بعضه، يعني جنيه ونص مجمد، تمام؟ حديد برضه. والعملات التذكاريه مش هتتمنع، لان العملات التذكاريه دي جنيه او خمسات او كلام من ده هتتعمل تذكاريه فقط. انما ال5 جنيه ده يا جماعه، تعين بقى يا عم واحده من دي، مش هنقول بقى ايه، واحده من دي، تمام؟ دي او دي او دي اللي هي الجديده اللي معاني، او دي برضو نفس الشيء اللي هي الجديده اللي معاني، اللي ما فيش فيها العلامتين دول فوق من العلامتين، والتانيه اللي هي الشمس والكلام من ده، يا عم عين من كل واحده، واحده عين اتنين تلاته، دول ال5 جنيه اللي هتطلع منك، ما عادش راجع تاني بيتك تاني، ما عادش راجع ليه؟ لانها هتتلم، التجار هيلموا، كله هيلم، هتروح البنك، ما عادش طالعه تاني. ليه؟ لان الحديد هتطلع خلاص، انتهى عهد الورق خالص في العملات. فدي هتبقى عزيزه جدا. شوف العملات دي لها قيمه ازاي، الورق والله لها قيمه عن الحديد وعن البلاستيك طبعا، وانتم عارفين كل دي وقيمتها زايد. دي لما تطلعه قدام واحد وتقول له شوف كانت عامله ازاي، هيقول لك ما تجيبها يا اخ، تقول له جيب ايه يا عم، معيش الا اتنين، والله العظيم هاخد منك الواحد ده هتخسر 500 جنيه. وزي ما بقول لك كده، وصدقت ما صدقتش انت حر، تمام؟ فانت العملات ده اهي، حافظ عليها على قد ما تقدر. الورق اللي هي الخمسات، حافظ عليها ازاي يعني؟ حافظ عليه، انت الوحيد اللي هتبقى عين اتنين تلاته من دي وعين اتنين تلاته من دي، ايه المشكله؟ انت هتعين ايه يعني منهم؟ ده 50 جنيه، مش محصلين حاجه، مش هيتعبوك في حاجه، لا بياكلوا ولا بيشربوا، تمام؟ هنحتاجهم فيما بعد، هنحتاجهم فيما بعد. عشان تصدقوا بس، بقول لكم على حاجه، العملات البلاستيك هتنزل وكله هينزل، والعملات هتتشال، الورق وهيجي مكانها عملات تانيه، تبقوا تصدقهم. ادي العملات كلها بتتشال بالتدريج واحده واحده اهي، عشان اقول لكم يا جماعه اصبرهم، الفلوس ده هيجيب فلوس، الفلوس ده هيجيب فلوس، الفلوس ده هيجيب فلوس. وفعلا جه اليوم اهي اللي كل الفلوس الورق هتجيب فلوس، تبقى اكيد اكيد ما جابتش الوقت، هجيب بعد سنه بعد اتنين. اصبر اصبر اصبر، هفضل اقول اصبر، هتجيب فلوس حلوه جدا جدا. الانسان العادي هياخدها، مش الهاوي كمان ولا اللي بلمه عملها، لا العادي خالص هيقول لك الله شكلها حلو، ما تجيب، ينزل خالص، هتبقى حديد، تمام؟ وال20 جنيه نزل منها خلاص، وهتبتدي شهر ولا اتنين ويتعمل منها ايه، ال20 جنيه اللي هي الجديده، تمام؟ فديت دلوقتي اصبح منها متواجد، موجودة وبنصرف، ولكن شهر اتنين تلاتة بالكتير 5 6 شهور الراجل ما يقعدش، هتلاقيه هينزل مكانها ايه، العملة الحديد، تمام؟ فانت حافظ على العملات دي اللي هي الورق، الورق معاك اهي، حافظ عليها، عين منها اتنين، عين منها تلاتة، هنحتاجهم فيما بعد. زي ما بقول لك، زي ما انت شايف قدامك اهي، العملات اهي اللي هي الحديد دي اللي ظهر، هي دي عليه العرض بقى في عملات الورق كلها، وده شيء اكيد يعني، والعالم كله اصلا بدأ يتعامل بالعملات دي، فانت اشمعنى احنا اللي مش هنتعامل؟ فكله بيتعامل كده. زي مثلا ما راحت برضه على الشيرين، ما عادش اهو الشيل، فاكرين انتوا طبعا ايه، ال10 اسعار برضه راحت، تمام؟ فالعملات دي خلاص ما عادش منها، تمام؟ انقرضت طبعا، برضه هيجي يوم من الايام ودول برضه هينقرضوا، اللي هم الخمسات والعشرات وكده، والورق بالذات، الورق بالذات هينقرض، لانه خلاص حل محاله، محله ايه؟ اللي هو العملات اللي هي البلاستيك والعملات الحديد والعملات دي والعملات، كل العملات اللي احنا بنقول عليها دي، تمام؟ بجيب لكم كل جديد، ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، كل جديد باذن الله، تمام؟ تحت امركم في اي حاجه وفي اي سؤال وفي اي شيء، في اي استفسار تحت امركم، اخطائكم بتاع العملات ابعتوها، كل شيء ابعتوه، وانا تحت امركم في اي شيء. دمتم في رعايه الله وامنه، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.